بالعودة إليك أنس، وتغطية ماذا يحدث في الشأن الإسرائيلي. تحدثنا عن كيف يتعامل الشارع مع الإعلام. الشارع الإسرائيلي يسلم قيادته للإعلام، وهؤلاء رجال الإعلام في إسرائيل هم أصلاً ضباط في سلاح الاحتياط، ومعظمهم خدم في الوحدات الاستخبارية، وإذا هم يمارسون أصلاً حرب نفسية على شعبنا، ويمارسون حرب نفسية على جمهورهم لملء، وهو أصلاً جمهور محرض وليس بحاجة إلى التحريض. وسائل الإعلام الإسرائيلية منذ بداية العدوان تحاول تقدم الضحايا الفلسطينيين على أنهم أرقام، وتقدم هؤلاء الضحايا بالزعم أنهم مسلحون ومقاتلون. بالأمس وزعوا صور لأناس أبرياء مدنيين، فوج من المدنيين جردوهم من ملابسهم وقالوا هؤلاء مقاتلين استسلموا. وسائل الإعلام الإسرائيلية في كل دقيقة ثمة تحريض، تدعي صحيح. أن المدنيين حتى على العجز، أسلوب منهجي للتحريض على الأطفال، يقولون أن الأطفال محزمين ومزنرين بأحزمة ناسفة، وهذا مقدمة لتعميق استهداف أبناء شعبنا من الأطفال والعجز والكبار في السن. أيضا وهنا أمر مخجل وعار على الإنسانية، في القرن 21 وسيلة إعلام إسرائيلية هي الإذاعة العبرية العامة، تفتح المجال أمام عنصري محاضر في إحدى أكبر جامعات إسرائيل لدعوة ماذا؟ للدعوة من أجل ماذا؟ للتحريض على اغتصاب نساء الفلسطينيين. واحد من تحريض بكافة الأشكال في إسرائيل، ليس تحريضا على القتل وإنما تحريض على الاغتصاب. تصور في هذا العالم والعالم صامت ولا أحد يلتفت ولا أحد يندد بذلك، هذا محاضر في واحدة من كبريات الجامعات الإسرائيلية في جامعة بار إيلان، وهو كاتب مشهور وبروفيسور ومستشرق شهير في إسرائيل. لا أحد في الإعلام الإسرائيلي حتى اليساري، حتى ما يقولون عنها صحيفة اليسار أو الصحيفة المتعاطفة هآرتس، لم تأتي على الموضوع. هناك تعتيم أيضا على صعيد رجال الدين هؤلاء العنصريين في إسرائيل. نحن لا نهين الدين اليهودي، هؤلاء براء من أي دين سماوي. كبير الحاخامات في قريات أربع، هذا الذي وهو عضو في أحد كبار الأحزاب الإسرائيلية، دوف ليأور، أصدر فتوى ووجهها لوزير الجيش، جيش الاحتلال، هذا الجيش المجرم، تبيح قتل الأطفال والنساء في قطاع غزة. إذا نحن أمام جوقة تحريض، تحريض على القتل، تحريض على سفك الدماء، أيضا تحريض على أمور مخجلة لا تخرج. ليس ثمة مجتمع متحضر في هذا الكون أو غير متحضر يطلق هذه التصريحات، يسمح لوسيلة إعلام هي القناة العبرية، الإذاعة العبرية العامة، بترديد دعوة للاغتصاب، لاغتصاب نساء الفلسطينيين. والمثير في الموضوع ما يسمى معسكر السلام في إسرائيل لم يصدر أي بيان يستنكر هذه الجرائم. طيب، يعني أنس، بالعودة للتحريض الإسرائيلي، ماذا بشأن التحريض الإسرائيلي على أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر؟ تصور أن من يقود التحريض، وهذا أنا أستغرب، وزراء الحكومة الإسرائيلية، هؤلاء الوزراء ليس في جعبتهم من أجل تعزيز مكانتهم في المجتمع الإسرائيلي وحصد المزيد من الأصوات سوى تكرار واجترار التحريض ضد أبناء شعبنا. وزير الخارجية فيكتور ليبرمان، وزير خارجية إسرائيل، أصدر دعوات لمقاطعة الفلسطينيين اقتصاديا، وهذه الدعوات بدت بإيتاء أكلها. المجتمع الإسرائيلي انساق وراء هذه الدعوات. أيضا معظم القنوات الإسرائيلية فتحت في موجاتها المفتوحة تحاول، وهنا لنتخيل مستوى الوقاحة والبذاءة في هذا المجتمع العنصري، يطالبون أهلنا في الداخل بالوقوف إلى جانب الاحتلال. مساعي إسرائيل على مدار السنوات، ونحن نتذكر جملة الصغار الكبار يموتون والصغار ينسون،
تفاجأوا ونحن لا نتفاجأ بحقيقة شعبنا. صحيح. هم يتفاجؤون لأنهم عنصريون ولا يعرفون طبيعة ومعدن وديدن هذا الشعب العظيم. شعب صامد رغم كل الجراح. داخل الخط الأخضر انتفض كل المدن، كل التجمعات الفلسطينية. الآن أهلنا داخل الطيبة نزلوا إلى الشوارع وأغلقوا الشوارع والتحريض العنصري أسفر عن اعتداءات تستهدف أبناء شعبنا. المجموعات العنصرية اليمينية هي مجموعات يهودية إرهابية تنطلق من دوافع دينية عنصرية. تزايدت الاعتداءات على أبناء شعبنا وجوقة التحريض الإعلامي في كل الإعلام الإسرائيلي تستهدف دفع يعني الزملاء الآن يحاولون في الاستوديو محاولة الاتصال بمراسلتنا داخل الخط الأخضر هبة مصالحة للوقوف على آخر التطورات هناك وكيف هي صورة الأوضاع في مدينة الطيبة. نتمنى على الزملاء أن يتم الاتصال بهبة مصالحة. أيضا يعني بالعودة إليك أنس، يعني ماذا عن التحريض الإسرائيلي والتحريض بوسائل الإعلام المجتمعي الذي تمارسه إسرائيل؟ وسائل الإعلام الاجتماعية وتحديدا فيسبوك وتويتر هي وسائل إعلام مجتمعية، ولكن في إسرائيل كما كل شيء في إسرائيل يقف خلفه الجيش، جيش الاحتلال، ثمة خبراء في التحريض. وسائل الإعلام الإسرائيلية ثمة صفحة يتجاوز عدد المتابعين لها 1.5 مليون تحت عنوان الموت للعرب. تصل العنصرية في هؤلاء، وضعوا صور الأطفال القتلى الذين قتلهم جيش الاحتلال داخل المدرسة وهم أطفال. صحيح. أصلاً أبرياء أبرياء، ويكتب مدير الصفحة كم لايك هذه تساوي، والمفاجئ في الأمر عشرات الآلاف من الإسرائيليين يباركون. هذا مجتمع بلغت فيه العنصرية حتى أوجهها. في القرن المنصرم في الدول التي كانت معبأة على العنصرية والحقد لم يصل. وهنا ليست ثمة صفحة واحدة، مئات الصفحات على فيسبوك ومئات المعرفات على تويتر واليوتيوب تنطلق للتحريض. جوقة كاملة يقودها مايسترو محدد. ودعني ألفت الانتباه إلى أن جيش الاحتلال أفرد كتيبة خاصة لهذه المهمة خلال الحرب السابقة، وهو يستخدمها في وحدة بالقرب من تل أبيب، 500 شخص متخصصين لمتابعة وللترويج لوجهة النظر الإسرائيلية بتبرير العدوان. كل صورة شهيد نراها، كل صورة تدفع أي إنسان سوي في هذا الكون للتعاطف مع الضحية في إسرائيل، يتداولونها وكأنها إنجاز. طيب يعني أنس، كيف تعامل أو كيف يعمل الرأي العام الإسرائيلي على تبرير العدوان أمام الرأي العام العالمي؟ طبعا خلال الجولات السابقة من الحملات العدوانية الإسرائيلية، إسرائيل استخلصت العبر ووجدت أن مركز الثقة يكمن في الإعلام الاجتماعي، وخصصت لذلك فرقا يتنازعها يتوزع دورها بين وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال والجيش. ثمة العشرات من الإسرائيليين المنتشرين داخل أوروبا يروجون لوجهة النظر الإسرائيلية في تبرير العدوان. صحيح. وهناك شركات تلفزيونية تدفع لها الحكومة الإسرائيلية لإنتاج كليبات قصيرة وأفلام قصيرة تبرر استهداف الأطفال من أبناء شعبنا وأبناء شعبنا في العموم، ولكن هذه الجهود يعترفون هم أنها تبوء بالفشل. فالجمهور في أوروبا بحسب استطلاعاتهم، بحسب التقديرات الإسرائيلية، يستوعب ويقر بصحة الرواية الفلسطينية رغم ما يقولون. الإعلام الإسرائيلي
يقاد من قبل جهات محترفة، وهناك شركات علاقات عامة توجه هذا الإعلام، وهناك رسائل مكتوبة وتم تصميمها رسائل قصيرة، بعضها يستخدم الرسم الكاريكاتوري وأخرى رسائل تلفزيونية قصيرة بعشرات اللغات. ولكن الإسرائيليين يعترفون ويقرون أن الشعب الفلسطيني وأنصاره من أحرار العالم يضعونه في أزمة، ويعرون ويجردون هذه الجريمة من أي غطاء وأي مبرر. بالتأكيد يعني متواصلون مشاهدينا في هذه التغطية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحرير الشان الإسرائيلي والوقوف على الأوضاع الميدانية وأيضا المسؤولية المجتمعية لكافة أبناء شعبنا.